طيب أما وإن إحنا عايزين نقيس الحب ما بين اتنين واحد وواحدة في الإطار الطبيعي والمنتشر عند الناس، بعض الناس بتبقى شايفة إن كلمة بحبك دي تتقال في مقابلة، تتقال في مسج، كلمة بحبك دي عبر عنها دبدوب أو تعبر عنها بلالين، كلمة بحبك دي تتقال في يوم واحد في السنة وباقي الأيام أنا مطلع عينك وبخونك ومبهدلك وببتزك وبستفزك وحاجات كده. بصي بحبك دي في رأيي أنا الشخصي من منظور نفسي برضو هي وعد وعهد وعقد. تاني بحبك معناها وعد عهد عقد. وعد بإيه؟ وعد بالمسؤولية. الحب هو responsibility، اللي بيحب حد لازم يكون مسؤول عنه. الأم فطرة الله التي فطر الناس عليها إنها تحب ابنها، محبتها لطفلها جت من إنها مسؤولة عنه، ده الدليل. طيب أم خلفت ورمت ابنها في الشارع ما بتحبوش طبعا، لأن مفيش مسؤولية. ده الوعد. العهد، الوعد الصدق. انت كراجل ما ينفعش تطالب الست بالصدق وانت مش صادق معاها، ما ينفعش تطالبها بالأمانة وانت مش أمين عليها. صحيح. ما ينفعش تطالبها بأنها تكون وفية وانت مش وافي في علاقتك بيها. العهد هو عهد بإيه؟ بالرعاية. المرأة خلقت من ضلع آدم مش علشان تكون جنبه بس علشان تكون معاه.